أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صحافة حول العالم. نبدأ عناويننا من أفغانستان، حيث عنونت صحيفة العربي الجديد: طالبان نريد علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع دول العالم. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: أكدت حركة طالبان رغبتها في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع دول العالم، توازيا مع استمرار الحركة في نشر انطباع على انفتاحها، أو على الأقل محاولة الانفتاح، عبر تأكيدها السماح للمرأة بالمشاركة في إدارة الدولة. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر حسابه على تويتر: نريد علاقات دبلوماسية وتجارية أفضل مع جميع الدول. وأضاف أن الحركة لم تصرح بعد بشأن علاقاتها التجارية مع أي بلد، كذلك فإن الشائعات التي انتشرت حول الأمر غير صحيحة ونرفضها تماما. يأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية بأن طالبان أوقفت التجارة مع نيودلهي وأغلقت محطتين تجاريتين على الحدود الباكستانية الأفغانية. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية أجاي ساهي قوله: نأمل أن تفتح طالبان الطرق البرية قريبا حتى تحاول الحركة إرساء الشرعية السياسية. نبقى مع صحيفة العرب الجديد: سوريا هجمات على قوات النظام في درعا وتعثر المفاوضات. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: أعلنت مع تواصل الاستعصاء في مفاوضات الحل بمحافظة درعا جنوب سوريا، شهدت الأوضاع الميدانية تصعيدا ميدانيا. وقال الناشط أبو محمد الحوراني للعرب الجديد: إن القتلى ضابط في قوات النظام وعدد من العناصر، فيما أصيب الثاني على الأقل، لافتا إلى أنهم يتبعون للواء 112 في قوات النظام، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية على طريق الشبرق الواقع بين بلدتي نافع عين ذكر في ريف درعا الغربي. كذلك استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص فجر اليوم حاجزا للمخابرات الجوية التابعة للنظام جنوبي مدينة داعل بريف درعا الأوسط. من جهتها قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة سيل غربي درعا، فيما كشفت وكالة نبأ المحلية عن مشاركة عراقيين إلى جانب الفرقة الرابعة في هجومها على درعا، أحدهم توفي في درعا بظروف غامضة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أيمن أبو محمود المتحدث باسم تجمع أحرار حوران. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أيمن. السلام عليكم، حياكم الله. حياك الله. إذا هناك تطورات ميدانية بعد هجوم للمسلحين في درعا المناوئين للنظام على عدد من نقاطه بالأمس ليلا، لو تعطينا أكثر تفاصيل عن تلك الهجمات وأنباء عن سقوط قتلى، هل تؤكد ذلك تلك الأخبار؟ نعم، السلام عليكم. كان هناك هجوم من قبل شبان بالأسلحة الرشاشة والخفيفة لحاجز عسكري يتبع لفرع المخابرات الجوية في الحي الجنوبي لمدينة داعل. لم نتمكن من يعني التحقق إن كان هناك حدث خسائر في صفوف قوات النظام، لكن ايضا هناك كان استهدافا صباح اليوم اثر كمين، يعني كمين نصبه مجهولون عن طريق زرع عبوه ناسفه على طريق الشبرق عين ذكر غرب درعا، وتم تفجير العبوه بسياره عسكريه للنظام من مرتبات اللواء 112. قتل على اثر ذلك ضابط برتبه ملازم وخمسه عناصر من قوات النظام، واصيب تابع من قوات النظام بجروح. هذا الاستهداف جاء يعني في الحقيقه بحسب ما صرح يعني مراقبون على الارض ان الاستهداف جاء تضامنا مع الاحياء المحاصره في مدينه درعا والتي دخلت يومها 57 على التوالي. قوات النظام تحاصر هذه المنطقه، تمنع دخول الطحين وعدم وصول المياه الى الكثير من احياء درعا البلد وطريق السد والمخيمات، بالإضافة إلى محاولات التسلل والاقتحام التي تقوم عليها ميليشيات الفرقة الرابعة في درعا البلد. شبه يعني شبه يومي هذه المحاولات. قبل قليل قصفت قوات النظام المتمركزة في محيط درعا البلد، قصفت الأحياء المحاصرة بقذائف الدبابات وقذائف الهاون، وتصادف أيضا الأحياء المحاصرة بين الحين والآخر بعربات الشيلكة والمضادات الأرضية، وتحاول التسلل من محور الكازية في جبهة المنسية ومن محور الأبحار جنوبا أيضا
جنوب درعا البلد، ومن محور السد الشرقي تحاول اقتحام درعا البلد، ويقوم شبان المنطقة بصد هذه المحاولات بالأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم. الأستاذ أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حران، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. نواصل مشاهدينا الكرام تقديم أخبارنا وإلى صحيفة القدس العربي. محادثات قريبة في القاهرة لبحث صفقة الأسرى، والفصائل تلوح بمسيرات العودة. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: في مسعى لاستمرار الضغط على الاحتلال للالتزام بتفاهمات التهدئة، أقرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فعالية شعبية في مخيم العودة المقام شرق مدينة غزة للمرة الأولى منذ نهايات العام 2019. وفي الوقت الذي يواصل فيه الوسيط المصري التدخلات في مسعى لاستمرار الهدوء بعد أن عرض على الجانب الإسرائيلي من خلال مدير المخابرات اللواء عباس كامل خارطة طريق تشمل حل جميع الملفات العالقة، فيما أجل إقرار خطة إعمار غزة لاجتماع ثنائي بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وخلال الاجتماع جرى بحث تطورات ملف التهدئة والخطة المصرية لاستمرار حالة الهدوء ومنع الانزلاق للتصعيد العسكري، حيث جرى التأكيد حسب مصدر مطلع على ضرورة البدء بفعالية شعبية للضغط على الاحتلال على أن تستمر حتى يتم التأكد من عدم التراجع عن خطوات إنهاء الحصار التي وردت في الخطة المصرية. نبقى مع صحيفة القدس العربي. حذر إسرائيل وأمريكا من استهدافها، نصر الله سفينة إيرانية ستبحر خلال ساعات إلى لبنان. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن بدء استيراد النفط الإيراني إلى لبنان، وقال نصر الله: أن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد أنجزت كل الترتيبات وستبحر خلال ساعات إلى لبنان، مشيرا إلى أن الأولوية في السفينة الآتية من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى للمستشفيات والأفران. وحذر نصر الله الأمريكيين والإسرائيليين قائلا: لا يخطئ أحد ويدخل معنا في تحد، نرفض أن نذل لا في حرب عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية، والعالم كله يعرف قرارنا وعزمنا. من جهته رد رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري على كلام نصر الله قائلا: إن حزب الله لن يحصل على تأشيرة لتسليم لبنان إلى السطوة الإيرانية. وتساءل الحريري في تغريدة على حسابه في تويتر: هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في صراعات داخلية وخارجية؟ إلى صحيفة الشرق الأوسط والمغرب العربي. الجزائر تقرر إعادة النظر في علاقتها مع المغرب. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: قررت الجزائر إعادة النظر في علاقاتها مع الرباط لاتهامها بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمالي البلاد، وفق بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية. واتخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل في شمالي البلاد، وأيضا قتل شاب حرقا في منطقة القبائل. جاء القرار بعد إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم في قتل شاب حرقا في منطقة تيزي ويزو بتهمة تورطه في إضرام النيران، بينما اتضح أنه كان يقدم مساعدات للمتضررين. وقال بعض من ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم إنهم مرتبطون بحركة استقلال منطقة القبائل المعروفة بالماك والمصنفة إرهابية في الجزائر. وأشار بيان الرئاسة إلى أن حركة ماك تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب وإسرائيل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الصحفي الجزائري الأستاذ مولود صياد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مولود. أهلا بك أخي كريم وأهلا بجمهورك العزيز. تحية طيبة. إذا بيان شديد اللهجة من الجزائر يتهم فيه صراحة المغرب وإسرائيل بالوقوف وراء الحرائق ووراء منظمة ماك المصنفة إرهابية في الجزائر، ما الذي دفع برأيك السلطات الجزائرية لهكذا خطوة
مباشرة تصعيدية، هل تمتلك أدلة أم ربما هي يعني تتخذ هذا هذه الإجراءات على معلومات غير دقيقة برأيك؟ نعم، أعتقد أولا أن البيان بيان مجلس الأعلى للأمن الذي أصدرته الرئاسة جاء بعد عدة خطوات، جاء كنتيجة لكل المراحل التي سبقت، من بينها فقط ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال فينا دعا إلى تقرير ما يسمى بشعب القبائل، ثم جريمة بشعة شاب جمال إسماعيل التي أكيد أن النظام في الجزائر ذاق بها درعا، وقرر أن يحد من أقصد أنه بعد جريمة اغتيال جمال إسماعيل النظام في الجزائر يعني استشعر خطورة حركة المال في المنطقة، خصوصا أن الجريمة كانت مصورة وكانت بشعة وتم حرق يعني، ولذلك قرر النظام يعني بداية مرحلة جديدة، بداية مرحلة تصعيدية ضد حركة ماك. نعم، ليس حركة ماك وحدها بل المغرب أيضا وإسرائيل حسب بيان المجلس الأعلى أو المجلس الأمن الأعلى للأمن برئاسة عبد المجيد تبون، ودفع بتعزيزات على الحدود الغربية، هل بدأت تلك التعزيزات تتوجه نحو الحدود، وبرأيك إلى أين ستتجه الأمور بين الجارتين؟ نعم، أعتقد أن الأمور ستمضي نحو تصعيد أكبر، خصوصا كما قلت بعد صفقة ممثل المغرب في الأمم المتحدة. إذا النظام هو نظام عندنا في الجزائر اتخذ عدة خطوات، من بينها سحب السفير لتشاور، وأكد على أن هناك راح تكون يعني قرارات أخرى تصعيدية إذا لم يوضح المغرب وجهة نظره. شفنا خطاب الملك المغربي محمد السادس في عيد العرش دعا إلى سياسة ممدودة، لكنه لم يستحمل ما قاله ممثله في الأمم المتحدة ولم يوضح، وهذا ما طردته السلطة الجزائرية. إذن أعتقد أن الأمور ستمضي نحو التصعيد بين البلدين، خصوصا بعد هذه يعني توالي هذه الأحداث. إذا ربما قد نشهد قطع العلاقات بشكل نهائي، قد نشهد ربما يعني إيقاف المجال الجوي. إذا حسب يعني التطورات القادمة، إذا لم يكن هناك موقف جدي ما بين البلدين لكي يعني لمعالجة المشكلة. نعم، الأستاذ مولود سيد الصحفي الجزائري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. نواصل مشاهدينا الكرام تقديم أخبارنا إلى ليبيا جارة الجزائر، وفي الشرق الأوسط نقرأ أيضا أدبيبة يتعهد مجددا بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وفي التفاصيل تقول الصحيفة تعهد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد أدبيبة مجددا بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، والتصدي لمن وصفهم بالفاشلين، وذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب توافق أعضائه على مشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد لانتخاب الرئيس المقبل بشكل مباشر من قبل الشعب. وقالت بيبا في ندوة حوارية حول الانتخابات القادمة نظمتها اللجنة الوزارية المعنية بدعمها وإنجاحها إنه لا هدف أمام الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها إلا الوصول إلى 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل. في سياق ذلك أكدت بيبا في رسالة موجهة إلى عماد السايح رئيس المفوضية الانتخابات استعداد الحكومة لأي التزامات أو مصاريف تحتاج إليها المفوضية فيما يخص التجهيز للانتخابات، معتبرا أن الأمر لا يتطلب تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية لإنجاز الاستحقاق الوطني. إلى موقع عربي 21 وآخر تطورات الحرب اليمنية، الجيش اليمني حررنا مواقع استراتيجية بالجوف شمالي البلاد، وفي التفاصيل تقول الصحيفة تمكن الجيش اليمني من تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمالي اليمن،
وذكر موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني أن معارك ضارية دارت بين قواته والمقاومة الموالية لها وبين مسلح جماعة الحوثي في جبهة الجعيف بمديرية بورت العنان شمالي محافظة الجوف. ونقل الموقع عن رئيس عمليات حرس الحدود التابع للجيش العميد هادي أجعيدي قوله إن قوات الجيش سيطرت على مواقع عسكرية حاكمة في جبهة الجعيف التي تشهد معارك متواصلة منذ أسابيع مع الحوثيين. وأضاف الجعيدي أن الجيش سيطر على سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في بورت العنان الواقعة في شمال الجوف على الحدود مع المملكة. ننهي جولتنا مع موقع عربي بوست. مليون منزل جديد ومليون فرصة عمل، هل يستطيع الرئيس الإيراني تنفيذ وعوده السخية وإنقاذ اقتصاد بلاده؟ وفي التفاصيل يقول الموقع يراهن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على إقالة الاقتصاد الإيراني من عثرته لتكون ورقته الرابحة، خاصة في ظل أمله في رفع العقوبات الأمريكية، ولكن الرجل يبدو أنه أفرط في الوعود لشعبه في هذا السياق. يدرك المحافظون الإيرانيون أن الظروف أسوأ بكثير هذه المرة، فجائحة كورونا تشهد خامس موجاتها وأكثرها فتكا، والأسعار ترتفع بمعدل سنوي بلغ 40%، والحكومة عاجزة عن مواجهة التضخم في ظل العجز الهائل للميزانية، ناهيك بإخراج الاقتصاد من ركود مستمر منذ 10 أعوام مع ضغط العقوبات الأمريكية والدولية. يواجه الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية الجديدة تحديات هائلة، وفي ظروف كهذه فإن الوصول إلى أهداف عالية التفاؤل مثل خلق مليون فرصة عمل وبناء مليون منزل جديد كل عام يتطلب أكثر من مجرد الحماس الثوري، ومن ثم يجدر بالرئيس الإيراني الجديد أن يستمع إلى الأصوات الأكثر واقعية في فريقه ويوجه الاقتصاد نحو مسارات أكثر أمانا قبل اتخاذ الإجراءات التي أوصى بها أنصاره الأكثر ثورية. إلى جولة في أهم صور الكاريكاتير لهذا اليوم. إلى مواعيد مقبلة في أمان الله.